إلا كان تحسي بالدوخة الغثيان ان فلو فيزوال ما تشوفيش مليح ولا ميم الى تقيتي هادو سي دي سين دو ديزيدراتاسيون اي اوسي دي سين ديبوغليسيمي. بونجور، جيت اليوم نجاوبكم على الاسئله اللي خليتوهم لنا على المراه الحامل وصيام رمضان. دكتور، انا امراه حامل نصوم ولا لا؟ لا، اذا كانت المراه تعاني من الامراض المزمنه كيما ليبرتونسيون ولا لو ديابيت ولا دوتغ مالادي كيما لانيمي، هنا ننصحوا المراه انه ما تصومش، لانه الصيام راح ياثر عليها وعلى الجنين تاعها. باغ كونتر سي لا باسيونت نو بريزونت اوكين مالادي، لا سي دو كا بار كا سولون لو تريمستر دو لا غروسيس. اذا كانت المراه في الاشهر الثلاثه الاولى عندنا سكون ابل لي سيني سيمباتيك، الوحم، المراه تعاني من الغثيان، لقيه، هنا حنا اون ديكونساي كو المراه تصوم لانه راح يزيد يكمل عليها. لو دوزيام تريمستر اللي نسموه ربيع الحمل تقدر المراه تصوم لانه الوحم تاعها لي سين سيمباتيك راحوا، دونك راهي في صحه جيده، لكن بشرط انه تحترم الثلث وجبات تاعها بعد الافطار. باغ كونتر لو ثوازيام تريمستر اللي تكون فيه المراه شويه ثقيله، اي سكونسي دو ثوازيام تريمستر سي كو لو فيتور بيبي 60 à 70% لو بوا تاعو راح يكتسب في هاد الفتره، دونك سي دو كا بار كا. الطبيب تاعك هو اللي يعرف الا تقدري تصومي ولا لا. لا دكتور، وقتاش الا كنت صايمه وقتاش نحب الصيام تاعي؟ الا كان طبيب عطاك لا بيرميسيون تصومي، الاعراض اللي لازم تحب الصيام تاعك هي الا كان تحسي بالدوخه، الغثيان، ان فلو فيزوال ما تشوفيش مليح ولا ميم الى تقيتي، هادو سي دي سين دو ديزيدراتاسيون اي اوسي دي سين ديبوغليسيمي. هنا ضروري انه تحبسي الصيام تاعك وتروحي تشوفي الطبيب تاعك، لازم استشاره الطبيب ديالك. دكتور، راني رايحه نصوم بصح واش لازم لي ناكل في رمضان؟ الوغ اون فو كونساي ان بون ريجيم اليمونتير ريش اون فروي اي ليغوم والبقوليات، او اوسي très important il faut s'hydrater. من الفطار للسحور لازم المراه تشرب au moins 2 litres d'eau par jour. Par contre, ce qu'il faut éviter, c'est les sucreries, le dohon ou le dosom, parce que hado rah ya'thiru silbiyan ala la digestion ou ala sahtak athna siyam. Wesh nansahkom fi Ramadan? Ila kan vous avez décidé tsoumi, hiya lazem tahadiri rouhak. Évitez de faire beaucoup de, on va dire, vous surmener, d'accord? Parce que lazem déjà nti fi Ramadan rah tkouni en hypoglycémie. Oui, lazti khdemti fouq lazem, là vous allez aggraver votre hypoglycémie. Donc il faut y aller doucement, doucement et sûrement. Voilà.